مرحبا، اليوم رح نعمل قرش متحرك. نحتاج ورقة بيضاء وورقة ملونة، نحتاج ألوان ومقص. نبدأ، طبعا أنا رسمت قبل القرش. نبدأ بتلوينه بهالشكل. بعد ما قمنا بتلوينها أقوم بطي الورقة بهالشكل وأقوم بقص بهالشكل. بعد ما قمنا بقص الورقة بهالشكل أقوم بطي الجوانب بهالشكل. بعد ما طبقتوها أقوم بطيها بهالشكل وأقوم بلصقها من الطرفين. بالشكل حصل على قرش متحرك. شكرا لكم، إلى اللقاء في فيديو آخر.